نعم، شروط الوضوء 10. الأول الإسلام وضد هذا الكفر. اسلم الناتك على يكهده. الثاني العقل ضد هذا الجنون. عمرك لما بغنتك على يوهدت. والثالث التمييز يعني التفريق بين الأشياء، فالصغير الذي لا يميز وضوء باطل، وإذا كان يميز يفرق بين الأشياء وضوء صحيح. النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. أسوى مسرات بوتوى لبنو ما بحب من اسم الناقر بدعة. نعم، استسحاب النية إلى أن تتم الطهارة، يعني لا يمكن أنه في وسط الوضوء يقطع النية يقول لا أريد أن أكمل هذا الوضوء. نعم، استسحاب النية مالت لا وضوء، وضوء لا صلاة وضوء يا درجة، يعني الوضوء استمر رشا ودرس لا صلاة برو بتقتلني هلبتها مع اللي يما أقارط النية يقارط وهم لنا زوافر حساون بي لما ترانت حساون بيادرجة ويبلاش استسحاب النية بدام تروم تعيش تجرا دوس. نعم، طهورية الماء وإباحته، يعني لا يتوضأ بماء نجس ولا بماء مغصوب مسروق مثلا. نعم، وهانته وهابه بتسرق وهابه بيادرك أيوان بتسرق وهابه لو توضأ بماء المسروق. لا لا ما أترك السؤال الآن. نعم نعم، بعده. نعم، الاستنجاء يعني استعمال الماء أو استعمال الحجارة أو المناديل استجمار إذا كان هذا يا رجل قبل هذا انقطاع موجب الوضوء، انقطاع موجب الوضوء لابد ينقطع موجب الوضوء. إذا كان يخرج منه ريح نقول لا تتوضا حتى ينتهي خروج الريح، كان كرمكم الله يبول نقول لا يمكن تتوضا حتى ينتهي البول. نعم، انقطاع موجب الوضوء، الأشياء التي هي نواقض الوضوء. نعم، وضوء يمي أخرس نقر أشو مقوارة لفس يالا لشنك يالا يتندرتها وضوء مقتل يالبت يا سيقوارة. نعم، أو يأكل لحم جزور ويتوضأ نقول لا انتهي من الأكل ثم بعد هذا توضأ. نعم، يجب السقاء يبدنا وضوء عرق لهن انتهوا وضوء عقونا مننا بل تستمتع كدرس لمن يجمل سقا وضوء سلم يخلص. ثم قال وإذا كان لهذا الموجب للوضوء موجب للاستنجاء استعمال الماء أو الحجار والمناديل مثلا لابد من الاستنجاء والاستجمار قبله. مثاله الآن أكرمكم الله بال ما يمكن يتوضأ حتى يطهر المحل، أما خرج منه ريح إذن هنا لا طهارة للمحل، أكل لحم جزور مباشرة توضأ لا استنجاء ولا استجمار. نعم، استنجاء نصلك شنت الناس قراسي منابت عند أيار يعلن قرنا يجمل سقا مبلا تستنجاء أسفلك. نعم، قبله إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، طلاء الجدران أو العجين مثلا أو المرأة تضع على أصابع على أظافرها شيء. نعم، كسرنا تلي وحال مدرس يكلكلنا قوات عندما رأينا هنا قوات شيء في الكلمات ما هو قد أنباته. نعم، دخول الوقت في من حدث دائم، هذه المسألة يعني فيها خلاف بين العلماء والله أعلم. نعم، يكفينا هذا.